ويا صباح الكشيش ويا صباح السعادة. أي سعادة ولا طالع بهالكشي الكشوشي؟ ها ويا أهم شيء، أهم شيء الجمال الداخلي، من بعد داخلي خارجي بس لحظات وتنتهي. نبلش نتفلسف شوية. هاي نفس اللي يطلعون الحين وايد ما شاء الله اللي يتفلسفون صايرين. أهم شيء صباحكم الله بخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح الجمال، وصباح الحلاوة، وصباح العسل. يا عسل وهيونا يا يتش ويايبة صوختش مال أمريكا اللي صار لها دهر عندي. كل يوم أقول لها كان جمال قبل لي تلاقي الحين أنا نسيت طرشيلي شو اسمه نظام. يلا حين طرشة معكم. يا جمال نسيت، لهيت أنا قعدت أسوي بيتي وكذي وضبط، شفتوا لوية البيت نسيت. الحين رايحة أشرب عندها قهوة وعندها قطاوة وأنا أخاف من الحيوانات عزكم الله. قلت لها حكريهم بقرفة إنزين، لا ويه لا أشوف، رجعت ويهم. عبدكم أنا أصير هذيل اللي كذي يحذفونهم من ال جمانة. والله حتى أخاف أطالع قطوة، أخاف أطالع كلب، أخاف عزكم الله أطالع أي حيوان كذي عيني بعيني أخاف. شلون هالنوبة أنا توني قاعد أسولف وياهم بالجروب، قاعد أقول لها يعني خشيهم أنا جايتك القطاوة، أقول لهم ما أخاف من كل الحيوانات إلا نانو الوحيد اللي عندي بالبيت، وحبحاول أتيرع إني أبي بس كذي مو قادرة خايفة. بس أدش الصبح أشوفها هي بنوتة كاسكوتي، أدش أقول لها صباح الخير سلام شلونك بس وأطلع، وأحبها وأموت عليها، ويوم مرضت قلبي تقطع عليها كنا واحد من البيت. بس أخاف أجيس يا ربي ما أدري شنو، يعني دائما أحس في إحساس غريب يحوش أيدي. أنا طبيعية ولا مو طبيعية؟ عجبني هذا بأخذه حق نورو تقول شيني عرفت شنو بأخذه حق بنتي. عجبني مال فطامي وهذا مال جبال. طبعا جيت هنا عند هيونة ولا ألاقي صالون أو بلاش قاعد يضبطونها بالبديكير والمنيكير يسوونها ظافرها. هاي كيكرز شخباري. فاستغليت الفرصة، أنا لازم محتاجة بس حاتي تقول أنا ما خلص بسرعة. ريولها صغيرة، ريول مدر كير. حرام عليك وانا صغيرة. والله مو احنا ريولنا ريول تسعة ثلاثين ما هي صغيرة. لا والله صغيرة بسرعة تخلص. لا اظافرك صغيرة، انا اظافري شوي اعرف. اي اظافري صغيرة يضحكون. شوفوا اظافري صدق صغار. اقول لك انا مسويه محشي تبين؟ هي 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 يما قلبي الصغير لا يتحمل. هي هي طبعا ما نطرنا خذينا لهانه واحده ملفوفه والحين الكوسه. يلا 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 طبعا هيونة يا بتلي كل هذيل قالت لي صبقي ما اقدر اصبق. شو تقول لحظه بجيب لك التلفزيون، اجيب لك الاظافر الاسلاميه ام يوم واحده زفتني. ها 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 بزف زفن ولدك. طح طح كهو طح. المهم بعدين فتش تقول لي اخذي ركبي يلك لقاء ابو يوم واحد اظافر اسلاميه، ايدك كلها مفهيه مفهيه. ايدي مفهيه مكسره الحين زفوني فازتك. هي 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 زقطه بلقطه تحب 24 ساعه الاظافر مسبقه. فزفتني قالت لي والله ايج لقاءات ايدك طالعه كذي مفهيه حطيها هو ابو يوم واحد. قلت لها والله ساعات احط كذي يجيني مزاج احط بو يوم يومين ثلاثه. كانت تزفني كان اقول هاج خذيهم طبعا ما بيهم. خذيت بس هذيل عجبوني وريهم الالوان وريهم عجبوني هذيل. هذا قلت بخشه حق عرسين عرسين هذيلي. فهد لحظه ابوي لا تشوفوني شلون طار من القفص من ذاك يا حط سرعة يا حيوان شعري توني مرتبة اول متسحب بالذهب. شنو
شلون طار ويهني. عيني يا عيني على احمر يا عيني. عرس عندنا عرس. اي باشر معزومه على عرس حطت هالحمر. عد اوبلاش في السوالف والفناتق مالت الاظافر. لا يا عيني يا عيني يا هي ايش هالحركات ايش هالحركات. ودي ارتب لك بارون. انزين تبين اي مطاره هيونا؟ انا عطوني الاحمر. ايوه ما اخذي لون احمر عشان مثل لون صبغه. ايوه صارت شاطره بنتي تقول لها احمر نفس لون صبغتك. انا هذا اعطيته حق امي هي والعود وهي ولد صغيره وهذا هي ولد صغيره حق منو. قاعد اقول جانات ومو مرتبين بروح اسوي مالوتي كذي. انا ليه الحين معتعته في البنفسجيه هذه. انا مو تعلمت اي ليه الحين اقول خليها تخلص تهبل 24 ساعه تخليك تشربين ماي على طول. قولي حق خداماتك كل ما خلص ماي تعبوها حطوها يمي. او يا اخذ مرق الو ليش انا اليوم جيت حق هيونه نعم الله خذيت لي محشي خذيت لي الو خذيت تحطي لي مراميه اللي جايه من فلسطين إيه؟ وابي مراميه مالت لطيفه العميري جايبتها لي اي والنعم فيها وخذيت اظافر بس نعم الله الحمد لله حطي بس حق شوي انا بناتي ما ياخذون مرات كل ما يلا يما يلا ناطع عليك بالعافيه يا بعد قلبي الله يعافيك نير ما مسويه عيش ايه شنو بعد شنو خذيتي غير الملفوف مسويه عيش مرق الو عشان يلا عليكم بالعافية الله يعافيك بالعافية على هني